الشيخ سيد. وايضا الترجي الرياضي قام ببعض المحاولات خلال الشوط الاول على غرار هذه اللقطه من عياد الحمروني وتدخل الحارس جلال السيري، ثم مره اخرى العياد الحمروني ولقطه اخرى، لكن طارق ثابت رغم الموقع المناسب نتاعو للتسجيل فيهدر الفرصه امام تدخل. تشوف يعني النجاح هو اللي يخلي الانسان يسكت، يعني الاتناب في المراوغات كثرة غير مطلوب. بكل أمانة نقول هذا، يعني حتى تكون الأمور في نسابة مع عياد الحمروني وأمامه علي بن نجم. انهى المسلسل بتاع الفرص الضايعه. كان العياد الحمروني بتسديده ما يعرف سرها كان هو يفتتح النتيجه في الدقيقه 30. من هنا كنا نظن انه ضربه الجزاء الثانيه للحمروني ونجح في ذلك، لينتهي اللقاء بتفوق الترجي الرياضي على جار الملعب التونسي هدفين لهدف. 90 في حدود الساعه الخامسه و15 دقيقه، اي بعد ما سجل عياد الحمروني هدف انتصار الترجي الرياضي التونسي على اولمبيك الكاف، تحقق فريق بب. طبعا الحديث كان اكثر على ماليتولي وعلى الحمروني وعلى اللاعبين اللي سجلوا اكثر اهداف في كاس افريقيا للانديه البطله. بواسطة العياد الحمروني اللي صنع الفرجة منذ دخوله في الشوط الثاني وزاد صنع هدف التعادل اثر ركنيه. الهدف الاول وبامضاء بدرة على اثر مخالفة، احسن تنفيذ الحمروني في الدقيقة الخامسة. الهدف الثاني جاء بعد دقيقة واحدة من الهدف الاول، وهذه المرة بامضاء الحمروني. وكأن الحمروني حب يثبت العودة متاعه القوية، فاختتم مهرجان الأهداف في الشوط الأول بتسجيله وبطريقة سحرية الهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط الأول. 3-0، نتيجة مريحة